منذ 30 عاما بالضبط لم يجتمع قادة اتحاد المغرب العربي، إذ شهدت سنة 1994 آخر اجتماع للاتحاد، والذي تم تأسيسه في مراكش المغربية سنة 1989. الحديث عن دور الاتحاد المغاربي وجدواه يعود إلى السطح بعد اجتماع ثلاثي شهدته تونس العاصمة، جمع كلا من الرئيسين التونسي والجزائري ورئيس المجلس الرئاسي الليبي حول ملف الهجرة غير النظامية والتحديات الأمنية المرتبطة بها، وذلك بعد اجتماع سابق لنفس القادة حول التحديات الاقتصادية والأمنية، مما يطرح السؤال: هل هي لبنة لتشكيل تحالف ثلاثي بديل عن اتحاد المغرب العربي؟ هذا السؤال وغيره من الأسئلة أطرحها على ضيفي. من جنيف أرحب بالدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، ومن بون أرحب بالزميل منصف سليمي، الصحفي المختص بالشأن المغاربي. أبدأ معك أولا دكتور حسني. أهلا بكما. أبدأ معك أولا دكتور حسني عبيدي. اتفاق جزائري تونسي ليبي تم في تونس على مستوى القيادات يتعلق بملف الهجرة غير النظامية، بعد اتفاق سابق أو لقاء سابق كان يتعلق كذلك بالتحديات الاقتصادية. هل يمكن اعتبار هذه الخطوات الأخيرة لبنة لتكتل مغاربي جديد؟ يعني من السابق لأوانه الإجابة عن سؤالك، لكن كما تعلمين في العلاقات الدولية هناك للجغرافيا السياسة والحدود الجغرافية المتقاسمة بين الدول الثلاث التي اجتمعت في تونس هي ميزة يمكن الاستفادة منها في تعزيز التشاور، في الحوار، في ربما كذلك البدء في يمكن أن يكون منتدى أو منصة للحوار. لكن لا أعتقد بأن الشروط متوفرة في الدول الثلاث ولا أصلا في المنطقة المغاربية من أجل الوصول إلى سياسة المحاور أو إلى تكتل جديد من شأنه أن ينافس اتحاد المغرب العربي الذي أشرت إليه في المقدمة. صحيح هناك فراغ كبير في العلاقات بين الدول الخمس لمنطقة شمال إفريقيا. في نفس الوقت وهي المفارقة أن زادت التحديات الأمنية، السياسية، الاقتصادية، وللدول الثلاث هناك تحديات مشتركة، وهناك شبه إجماع حول بعض القضايا الخاصة خاصة بالهجرة، الخاصة بالأمن، ولذلك أعتقد أن أرى في هذا الاجتماع كمنبر للحوار والتوافق، أرضية مشتركة أكثر من لأي بداية أو لبنة لمحور جديد. طيب منصف، بالنسبة للموقف المغربي لحد الآن ليس هناك تعليق رسمي، هناك فقط ردود أفعال في الإعلام المحلي، لكن بحسب تحليلات كذلك صحفية متضاربة المغرب لم يشارك لأنه لم يدعى إلى هذه القمة، وهناك رأي آخر يقول إنه لا يريد المشاركة في القمة وغير معني بذلك. أنت كخبير في الشأن المغاربي والمغربي على الخصوص، أي التحليلين هو الأقرب للواقع؟ أعتقد أن لقاء تونس والذي سبقه لقاء آخر في الجزائر هو في حقيقة الأمر هو مبادرة في الجوهر، هي مبادرة جزائرية لخلق فضاء للتشاور والتعاون في ملفات عاجلة تتعلق بالأمن، خصوصا الهجرة غير النظامية وبعض التحديات الأمنية الأخرى، خصوصا في ظل التحديات التي طرحت على دول المنطقة في جنوب الصحراء في منطقة بعد سلسلة الانقلابات التي حدثت في دول الساحل. بالنسبة للمغرب أعتقد أن عدم حضوره هو بداية لم يدعى لهذا الاجتماع أولا. ثانيا أن أصلا تفكك الاتحاد المغاربي وشلله منذ 30 عاما هو قام أصلا بسبب الخلاف المغربي الجزائري حول ملف الصحراء، وطبعا حول منهجية إدارة العلاقات الثنائية والإقليمية بشكل عام. ولذلك أعتقد أن المغرب لم يدعى، وبالتأكيد لو دعي لا أتوقع أنه يشارك. لماذا؟ لأن كما قلت هي مبادرة جزائرية، وتونس تأثيرها محدود حالياً
إذا صح التعبير، فتونس تساير السياسة الجزائرية بشكل عام. ليبيا يبدو أنها حضرت الاجتماع ورجل في تونس، كما عبر أحد المراقبين، رجل في تونس ورجل أخرى في الرباط، لأن المجلس الرئاسي أوفد مبعوثا للرباط ليشرح الموقف الليبي وأنه حريص على إحياء الاتحاد المغاربي. أعتقد أن جوهر المشكل يكمن بين الجزائر والمغرب، وبدون إحداث اختراق في هذا المحور من الصعب جدا أن يحدث تغير. ربما هذا الاجتماع يذكر باجتماعات أو بمحاور حدثت في منتصف الثمانينات عندما تشكل ما يسمى باتحاد يعني معاهدة الإخاء والوفاق بين موريتانيا والجزائر وتونس، وبعدها بعام كان 83 و84 تشكل محور آخر ما يسمى بالوحدة المغربية الليبية بعد معاهدة وجدة في 84. هذه المخاضات أفرزت فيما بعد الاتحاد المغاربي، فأعتقد أن هي تجاذبات لكنها لن تكون بديلا حقيقيا عن تكتل إقليمي. وحاليا هذا التجمع لا يرقى إلى مستوى التكتل. نعم بصراحة منصف، وأنت تتحدث وتعود كذلك للتاريخ، يعني استوقفتني صورة القادة الثلاث في تونس وهم يمسكون بأيدي أحدهم الآخر في علامة على الاتحاد، وهي صورة يعني أحلتني مباشرة على الصورة التاريخية لتأسيس اتحاد المغرب العربي في مراكش سنة 89، والتي تعرفها بالتأكيد منصف، التي شملت العاهل الراحل حسن الثاني، الشاذلي بن جديد، القذافي، معاوية والطايع. يعني هذه الصورة التي شاهدناها بالأمس، يعني بهذه الحفاوة والاتحاد، إشارة على الاتحاد، هل هذه الرمزية مقصودة؟ أعتقد أن الصورتان مختلفتان جوهريا، لأن الصورة الأولى التي حدثت في فبراير في مراكش، في بهو القصر الملكي بمراكش بين القادة الخمسة والذين توفتهم المنية كلهم، كانت بالفعل رمزية على التقاء، و يعني التقاء مغاربي في ظل انهيار جدار برلين، ونوع من العودة إلى الاندماج المغاربي كسبيل لمواجهة التحديات الخارجية. لكن هذه الصورة الحالية أعتقد أنها لا تعبر عن نفس الزخم، هي أقل بكثير، وأنا متأكد أنه حتى القادة أنفسهم الثلاث ليسوا مقتنعون بأن هذه مجرد لقاء ظرفي تحتاجه دول المنطقة لاستحقاقات أمنية وظرفية حاليا، ولكن هذه الصورة أكيد لا تعبر عما يختلج على الأقل في شعوب دول المنطقة وحتى شعوب الدول الثلاث. طيب دكتور حسني عبيدي، بحسب البيان الرسمي القادة الثلاث اتفقوا على توحيد المواقف والخطاب مع التعاطي مع مختلف الدول المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية في شمال البحر المتوسط والدول الإفريقية وجنوب الصحراء، يعني هذا بحسب البيان. إلى أي مدى يمكن أن تنجح مبادرة مماثلة في غياب شريكين أساسيين مثل المغرب والذي لديه، وموريتانيا كذلك، المعنيين كذلك بهذا الملف؟ أنا أعتقد لا يجب أن نحمل يعني كثير اللقاء الذي جرى في تونس ومقارنته بالتجمع الخماسي واتحاد المغرب العربي. فرق ما بين تجمع كان يهدف في النهاية بناء تجمع لنقول إقليمي اقتصادي وسياسي، وبين لقاء تشاوري. يعني في النهاية لا يوجد هناك أصلا تناقض، لا توجد هناك قدسية للتجمعات الإقليمية. المغرب أعتقد يعني وصل إلى مراحل متقدمة، يعني هو مثلا عضو يعني في ينتظر قبول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، وهذا مفروض يعني أمر جيد ولا يقلق دول الجوار. كذلك المغرب لديها علاقة متقدمة جدا مع الاتحاد الأوروبي، فأنا أعتقد أن الحوارات حتى وإن كانت ليست جماعية يعني لا توجد هناك مشكلة، بالعكس يعني هو الفراغ هو المشكلة. الدول الثلاث لديها تحديات مهمة، يعني أكثر المغرب لديها علاقة، واستطاع المغرب بنجاح أن يوعي لجهة مع إسبانيا ومع الاتحاد الأوروبي، وهي قضية الهجرة من الجنوب. لكن ليبيا لا، ليبيا وتونس لديهم تحديات،
وكذلك ضغوط من قبل الاتحاد الأوروبي. وكانت آخر زيارة لجورجيا ميلوني كذلك لم يعني كانت صعبة جدا بالنسبة لي أعتقد لتونس، ولذلك أرى أنه لا بد من هناك أن يكون هناك توحيد للصفوف. الجزائر منطق يعني هناك انتقادات عديدة من قبل الدول الأوروبية كذلك للإدارة الجزائرية لقضية الهجرة من منطقة الصحراء. فإذا كان هذا التجمع في النهاية أو نقول مشروع تجمع ومشروع منتدى وظيفي ولا يأخذ مع محل الاتحاد المغرب العربي، يساهم على الأقل في التعاون إيجاد مقاربات مشتركة مع الدول، تنسيق الموقف موقف الدول الثلاث باعتبار أنها معنية بالدرجة الأولى أكثر من المغرب في قضية ما يحدث في عدم الاستقرار في ليبيا. تونس أصبحت دولة العبور وكذلك دولة الاستقرار، هناك مشاكل اقتصادية، فلما لا؟ هل ستنجح؟ أنا أعتقد أنه يمكن كما نجح المغرب بمفرده في معالجة هذه القضية بمعية دول الاتحاد الأوروبي وخاصة إسبانيا. نعم، على ضوء ما تفضلت به دكتور حسني، هذه الدول أو تحديدا دولة ليبيا وتونس لديهم يعني مشاكل كبرى. تونس لديها مشاكل اقتصادية حقيقية، ليبيا نعلم جميعا أنها يعني التشرذم الحاصل كذلك في الساحة السياسية. إلى أي مدى يعني دولة مثل تونس وليبيا يعني من الممكن أن نقول أن أولويتها اليوم هي ملف الهجرة غير النظامية؟ صحيح، أنا أعتقد هذا هو جوهر السؤال. يعني الأستاذ مصطفى تحدث وهو محق على قضية تحديات الجنوب. المنطقة الرخو بالنسبة لليبيا وتونس والجزائر هي منطقة الجنوب. بعد خروج فرنسا هناك مشاكل كبرى، هناك دخول لقوات روسية، هناك كذلك ربما دول أخرى من منطقة الخليج تحاول أن يكون لها موقع قدم، هناك الصين، هناك تحديات تمس مباشرة الأمن القومي للجزائر وكذلك لليبيا. ما يحدث في تشاد مهم كذلك، هذه النقطة الأساسية. ثم أشرت إلى قضية الهجرة غير النظامية. تونس تريد أن تكون شراكة مثل الشراكة التي وقعت ما بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وهي محقة في ذلك. يعني لا يمكن في النهاية بحجم يعني أو بقدرة مالية وعسكرية ضعيفة جدا أن تواجه هذه النقطة. النقطة الأخيرة أشرت إليها، هناك استحقاقات في تونس، تونس معطلة، هناك خلافات كبيرة داخل تونس، وهذه الخلافات لديها انعكاسات مباشرة على تونس التي هي أصلا في وضع اقتصادي صعب جدا، وكذلك وضع مقبل على انتخابات رئاسية. وبالنسبة للجزائر، فأنا أعتقد إذا كان الجزائر استطاعت أن تشرك تونس وليبيا، يعني ليس هناك دولة قوة ودولة كبيرة ودولة ضعيفة، أنا أعتقد أن لابد تكون هناك شراكة، هم الثلاثة الشركاء في تحديات الآن تهدد ليبيا، ويمكن كذلك أن تمس تونس. والجزائر كذلك ليست في منأى على تحديات دول الجنوب ودول الساحل، وأنا أعتقد فعلا إذا كان هذا اللقاء تشاوري من أجل العمل معا على إيجاد هذه المقاربة فلما لا. منصف، بالنسبة للجانب المغربي ردا على هذه المبادرة، اتهمت وسائل إعلام مغربية الجزائر بمحاولة تشكيل تحالف مغاربي ضد المغرب واعتبرتها مناورة، يعني بحسب يعني أقتطع أو أقتبس من الإعلام المغربي أنها ضد أو مناورة من الجزائر حتى لا تبدو أنها معزولة وسط جيرانها. هل الاتهامات المغربية إعلاميا على الأقل ما يبررها، خاصة وأنه على سبيل المثال في الاتحاد الأوروبي نرى أن دولا تقوم باتفاقية ثنائية أو ثلاثية ولا يعد ذلك مسا بروح الاتحاد الأوروبي؟ الفرق كبير بالتأكيد، ومثل هذه التجمعات أو المبادرات تفسر بالنصوص المعبر عنها وتصريحات المشاركين فيها أي الدول الثلاث، كما تعبر عنها أيضا السياق الذي تتأسس فيه أو تأتي فيه. لحد الآن ما تنص عليه هذه المبادرة هي بنود محددة وواضحة في البيان الختامي الذي تلاه وزير الخارجية التونسي، وتتلخص في مسألة الحدود وتأمين الحدود والهجرة غير نظامية ودعوات لإقامة مشاريع اقتصادية مشتركة خصوصا على مناطق الحدود وبعض شبكات الطاقة. لكن السياق الذي جاءت فيه هذه المبادرة جاءت في سياق استقطاب شديد بين المغرب والجزائر على المستوى الإقليمي. هذه المبادرة سبقتها مبادرة أخرى قام بها المغرب مع دول
الساحل وفيما سمي بمبادرة من أجل أن تكون لدول الساحل إطلالة على البحر على المحيط الأطلسي، وفي نفس الوقت الدول التي حدثت فيها انقلابات في جنوب الجزائر تقريبا أصبحت علاقتها متوترة بالجزائر، والجزائر ربما هي الآن بصدد البحث عن تأمين فضاءاتها ومجالها الحيوي الحدودي في الجنوب وفي الشرق، ولأنه غربا مع المغرب الأمور متوترة جدا، ولذلك أعتقد أن هنالك سياق استقطاب حاد بين المغرب والجزائر، ولا توجد ثقة بين البلدين، وكل مبادرة يقوم بها أي طرف تفهم الطرف الآخر على أنها مؤامرة عليه، نظرية المؤامرة منتشرة بشكل كبير، ولذلك صعب جدا مقارنتها بما يجري في العلاقات الأوروبية أو أي علاقات أخرى عقلانية في العالم. ما يحدث بين المغرب والجزائر لا يبدو أن لا أجد له مثيلا في العالم، ربما كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية نحن لا أعرف هل هي مطابقة أم لا، لكن الوضع فيه عدم ثقة مطلقة، مع أن المشترك كبير بين الدولتين، المشترك كبير على المستوى الثقافي والديني والتاريخي، يعني هذا العداء يعني ربما يكون غير مفهوم للمشاهد الذي يأتي من خارج السياق المغاربي. نعم، لو عملنا نوع من البلان، نوع من الحصيلة الحضارية والتاريخية بين البلدين، أقول بأن أقرب بلدين مغاربيين هما المغرب والجزائر، ومن ناحية الشعبية، من ناحية الثقافية، من ناحية الإثنية البشرية، كل شيء. لكن السياقات التي تأسست فيها دولة الاستقلال والصراعات التي نتجت فيما بعد، بدءا بحرب الرمال ثم ملف الصحراء ثم الاستقطاب الثنائي بين القوتين، لا ننسى أن الجزائر والمغرب هما البلدان الكبيران في المنطقة المغاربية، وكلاهما يسعى للعب دور محوري، ولحد الآن لم يتوصلا إلى صيغة أن بإمكانهما التكامل وأن بإمكانهما العمل معا بدل التنافر، لأن التنافر في حقيقة الأمر يأتي في سياق أيضا دولي صعب جدا. العالم كله يتطلع إلى منطقة شمال أفريقيا كجسر نحو أفريقيا، كجسر للتعاون، لكن هذا الصراع المحموم بين المغرب والجزائر يشل المنطقة ويجعل أي مبادرة تحدث فيها إلا وتفهم في سياقات سلبية. طيب، وهذا مؤلم جدا في حقيقة الأمر بالنسبة لشعوب المنطقة التي تتطلع إلى حد أدنى من التعاون وحد أدنى من الاندماج. صحيح، يعني يبدو أن العلاقات كذلك بين الشعبين مختلفة عن الحكومات. دكتور حسني عبيدي، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف دافع عن هذه المبادرة واعتبر أنها تأتي لملأ الفراغ الذي أشرت إليه كذلك دكتور حسني. اتحاد المغرب العربي الذي أنشئ يعني قبل 35 سنة يرقد في الإنعاش بتعبير وزير الخارجية الجزائري، هل بهذه المبادرة وغيرها أو من المبادرات حتى التي يقوم بها المغرب وتفضلت بالإشارة إليها، هل يمكن اعتبار أنها نوع أو شكل من أشكال رصاصة الرحمة لاتحاد المغرب العربي أو المغرب الكبير؟ لا أعتقد ذلك، وأنا أعتقد أنه يجب قبل كل شيء الابتعاد عن يعني القول بأن هناك مقارنة ما بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، يعني خارج السياق. يعني أنا أعتقد أن نحن أمام منطقة فيها أنظمة سلطوية، والسياسة الخارجية هي بأيدي هذه الأنظمة، ولا تشارك فيها لا المجتمع المدني ولا الأحزاب السياسية، وبالتالي هذا التنافر هو يعتبر يعني محصلة. السياسة الخارجية هي مرآة للسياسة الداخلية، كلما كانت السياسة الداخلية حكر لنخبة معينة أو لقطاع من فقط من السياسيين، في النهاية تعكس ذلك السياسة الخارجية. هل هي رصاصة الرحمة؟ لا أعتقد ذلك تماما. يعني أنا يعني يجب أن نقتنع بأن يعني الحوار أو حتى وإن كان مقتطعا أو النقاش وكذلك أي حتى الاندماج أو التعاون وإن كان مقتطعا أحسن من لا تحاور ولا نقاش حول قضايا أساسية. الاتحاد المغرب العربي يعني لديها أولا مرجعية تعود إلى ما قبل الاستقلال. كانت هناك حركات التحرر كانت تتقاسم ما يسمى بحلم الاستقلال مع بعض، ولذلك أعتقد أن الاتحاد المغربي يبقى كمشروع استراتيجي، لأن فاتورة عدم الاندماج غالية جدا على كل الشعوب اقتصاديا وسياسيا. لكن
باعتبار أن الآن هناك سياق جديد، هناك دول مثلا الجزائر وتونس تعتقد بأن في النهاية العلاقات ما بين إسرائيل والمغرب في النهاية كذلك لا يمكن في النهاية أن تؤدي إلى مقاربة مشتركة بين هذا بين هذه الدول، وأنها وصلت تطبيع. إلى قطيعة. الخلاف كان قبل تطبيع المغرب. نعم صحيح، اتفق معك، يعني هو أضاف في النهاية، أعطى ذريعة إضافية لهذه الدول القول بأنه لا يمكن في النهاية أن نعود إلى هذا اتحاد المغرب العربي. لكن ما حدث في تونس أنا أعتقد هو ليس ضد اتحاد المغرب العربي وليس موجها هكذا، لأن اتحاد المغرب العربي كما قلت لديه مرجعية، هو مشروع استراتيجي أساسي بالنسبة للشعوب كما هو بالنسبة للحكومات. أما ما وقع في تونس فأنا أعتقد هو محاولة لتقريب وجهات النظر للعمل بين ثلاث دول، ولما لا تكون مثلا مشروع مماثل ما بين المغرب وموريتانيا، أعتقد هذا شيء جيد، وإذا استطاعت كذلك المغرب أن تقنع تونس لما لا تبقى الجزائر، ومن أحسن إذا أن نبقي على هذا الصراع وهذا الخلاف ما بين القيادة السياسية في المغرب والجزائر، وأن لا نصدره للدول الأخرى. فإذا كان هناك مشروع بين الجزائر وتونس وليبيا فأهلا به، وإذا كان كذلك بين موريتانيا والمغرب به، لأن هذه في النهاية هذه النقاشات وهذه الحوارات ستؤدي عاجلا أو آجلا إلى ربما مشروع مكتمل مغاربي. منصف، إذا كان الموقف التونسي الجديد الذي اعتبره المغرب يعني اعتبره موقفا متحيزا للجزائر بعد استقبال زعيم جبهة البوليزاريو كما تتذكر، يبدو يعني هذا الموقف التونسي نسبيا مفهوم، ولكن يتبادر السؤال عن دور ليبيا ومشاركة رئيس مجلس الدولة المنفي، وهي دولة نفسها كما أشرنا في البداية غير مستقلة. ألا تخشى ليبيا الانجرار إلى صراعات جديدة وتحسب على جهة على حساب أخرى؟ بداية من المهم الإشارة إلى أن الموقف التونسي ظاهره انحياز، ولكن في عمق الطبقة السياسية التونسية هنالك انقسام بهذه المسألة، ولا يوجد إجماع حول السياسة الخارجية التي تنتهج في تونس في السنوات القليلة الأخيرة، في ظل بعدما أمسك الرئيس قيس سعيد بزمام كل السلط. بالنسبة لليبيا أعتقد أن ليبيا الآن بصدد توضيح أنها لا بمشاركتها في هذه المبادرة في هذا اللقاء الثلاثي في تونس لا تعني أنها تقف موقفا ضد المغرب أو هي ضد إحياء اتحاد المغرب العربي، بل بالعكس، وقد أوفدت ليبيا مبعوثا إلى الرباط في نفس الوقت عندما عقدت القمة في تونس لتوضيح هذه النقاط. ليبيا المنقسمة داخليا من الصعب عليها أنها تأخذ مواقف ضمن تكتلات أو يعني تجمعات متضادة. ليبيا أصلا هي داخليا ولاءاتها منقسمة لقوى إقليمية ودولية مختلفة، وأي اتجاه خروج عن نوع من التوازن في السياسات الخارجية سرعان ما سينعكس عليها داخليا. مباشرة بعد لقاء تونس عقد لقاء بين أنقرة والقاهرة وزيري الخارجية ليبحثا الملف الليبي، استقال مبعوث الليبي، الملف الليبي متحرك جدا، يوم الأحد يريدون عقد اجتماع للمصالحة لتمهيد الأجواء، ربما تنعقد انتخابات. الوضع في ليبيا لا يسمح لليبيا للقيام بأي مبادرات خلينا نقول بعيدة المدى، كله هو ظرفي. ليبيا تحاول أن تجامل كل أطراف كل جوارها المغاربي دون أن تفسد الود مع أي طرف. ليبيا تحاول أن ترضي الجميع، ولكن لماذا لم تنهج نفس النهج الموريتاني؟ يعني موريتانيا كذلك لديها موقف ربما لا تريد يعني لا إغضاب المغرب ولا إغضاب الجزائر، وقالت يعني أنني لن أشارك. لماذا لم تقم ليبيا بالشيء نفسه؟ الوضع مختلف جدا، لأن ليبيا لديها حدود كبيرة مع الجزائر وتونس، والإشكالات الأمنية حاليا وقضايا الهجرة حادة جدا، وانعكاسات مشكلة جنوب الصحراء كبيرة على البلدان الثلاث، وليبيا بحاجة إلى الجزائر وبحاجة إلى تونس وبحاجة إلى كل جوارها، بينما موريتانيا تنأى بنفسها عن الخلاف المغربي الجزائري وتحاول أن تكون محايدة وتبتعد عن أي شيء يغضب الجزائر
أو يغضب المغرب، ولذلك هي في موقف مختلف كليا، وسياقها الإقليمي حتى هي لديها شركاء في منطقة غرب أفريقيا في مجموعة الإكواس، وتحاول أن تبني من جديد سياسة الخارجية موريتانيا بعدما أصبحت لديها موارد في الطاقة ولديها تطلعات جديدة، ولا تريد أن تعصف بأي توجهات جديدة تجعلها في مهب ضغوط أو ضغوط مضادة. ملاحظ أن موريتانيا تسعى بقوة لتقويت على في نفس الوقت تقويت علاقاتها مع الجزائر ومع المغرب، وأعتقد هذا دور إيجابي يمكن أن يكون مستقبل له انعكاسات إيجابية لأنها توفر أرضية لأي تعاون مستقبلي إقليمي بين دول المنطقة. وكما قلت فإن المشكل جوهري أنا أعتقد أعود إليه هو بين المغرب والجزائر، وطالما طيب. هذا المشكل ما زال عميقا وما زال يعني يقسم المنطقة، فكل ما يحدث الآن هو ظرفي ليست له مقومات الاستمرار على مدى بعيد. دكتور حسني عبيدي، قبل قليل يعني كان لديك خطاب متفائل بيخص مستقبل اتحاد المغرب العربي، وأشرت كذلك للأسباب التي تستند عليها يعني على هذا التفاؤل، وهو خطاب رصين يعني وربما قليل خطاب مماثل في المنطقة المغاربية. يعني هذا التفاؤل ما الذي ينقصه اليوم يعني ليتحقق، يعني ليتحول من مجرد فكرة إلى ربما إعادة إحياء هذا الاتحاد؟ لأن اتحاد المغرب العربي أكثر من الجزائر والمغرب، وأنا أعتقد بأنه يجب أن نعمل فيما اتفقنا فيه ونترك جنب ما اختلفنا فيه. يعني ليس لأن الجزائر والمغرب مختلفان على قضية الصحراء الغربية وعلى قضية بعض الولاءات الأجنبية يجب أن تتعطل الدول الثلاث، يجب أن تتوقف. ولا وانا بالعكس، يعني انا اؤمن بان اي حوارات او منابر جديده داخل دول المغرب العربي، سواء المغرب مع إكواس او المغرب مع مبادره الولوج للأطلسي، يجب ان تشجع. يعني بعد يومين ستكون هناك مبادره عسكريه كبيره بمشاركه الولايات المتحده، 17 دوله بمشاركه المغرب وبمشاركه حتى تونس، ولكن ليبيا غير موجوده، الجزائر غير موجوده، لكن هذا لا يعني ان هناك حساسيه سواء لليبيا ولا الجزائر، باعتبار ان حضور تونس والمغرب ربما ستكون فيه منفعه مهمه عسكريه. فانا اعتقد بان يعني انه خطوه بناء اتحاد المغرب العربي بدات وتبدا كذلك دائما بعدم التقليل من اهميه اي حوار جانبي أو منبر حتى وإن كان هشا، باعتبار أنه يحاول أن يبني مقاربة مشتركة بين دولتين أو ثلاث دول، ربما ستصل إلى أكبر من دولة. أنا هذا ما أؤمن به، وهو أن التدرج في أي عملية اندماجية، لأن على الأقل هذه هي دينامية للحوار، دينامية للبناء، أحسن بكثير من دينامية الجمود ودينامية التهديم كل ما بدأ، حتى وإن كانت ليبيا في وضع مهتز، حتى وإن كانت تونس في وضع اقتصادي صعب والجزائر كذلك. منصف، هل تشاطر دكتور حسني عبيدي هذا التفاؤل أو هذا الخطاب؟ هل من الممكن للشعوب في المنطقة المغاربية أن يحلموا بأن اتحاد المغرب العربي أو اتحاد المغرب الكبير هو حلم من الممكن أن يتحقق؟ من الناحية الجوهرية أشترك مع الدكتور حسني في تفاؤله بعيد المدى، لكن من الناحية الظرفية الآن القريبة والمتوسطة لدي مخاوف كبيرة من انزلاق المنطقة إلى حرب، لأن هنالك مؤشرات انقسام شديدة، هنالك تشكيلات يعلن عنها في الجزائر، مؤخرا أعلن عن مكتب للريف في الأمم المتحدة، أعلن عن ما يسمى بجمهورية القبائل، بالإضافة إلى ملف الصحراء سابقا الذي عمر لنصف قرن. فالمنطقة فيها مؤشرات سلبية جدا، هنالك سباق التسلح، هنالك صراع دبلوماسي واقتصادي وجيوسياسي محموم بين المغرب والجزائر لا يجعلني أتفائل في المرحلة الحالية. هل يمكن الرهان على الشعوب؟ هل يمكن الرهان على الشعوب؟ أعتقد أن وأعتقد أيضا هذه النقطة جوهرية، يبقى الأمل في المجتمع المدني والنخب المثقفين والشعوب، لكن حتى هذه أيضا يلاحظ أن يعتريها جمود كبير، وأنا أقصد بين المغرب والجزائر لا أقصد الباقي، هنالك جمود كبير على مستوى المجتمع المدني والنخب، ولاحظت حتى على اللقاءات الأكاديمية لا تعقد، حتى في الجامعات لا يتم التزاور، هنالك قطيعة
كبيرة تبنى، وأخشى أن تكون لها انعكاسات خطيرة جدا على الأجيال المستقبلية. نسيج العلاقات بين المغرب والجزائر ظل قويا طيلة عقود بفضل نسيج العلاقات على مستوى الحركات الوطنية وعلى مدى أجيال متعاقبة، لكن في السنوات الأخيرة هنالك خنادق تبنى وهنالك حملات قوية بين البلدين، وأحيانا حتى صانعوها ربما هما ليس من البلدين، من خارج البلدين، ولذلك هذا ما يجعلني مخاوف كثيرة تنتابني. طبعا يبقى الأمل وارد دائما، واحتمال أن ينزع الجميع للحكمة ويعني يستخدم الحكمة ويظهر حكماء بين البلدين يقرب بين البلدين. نعم. إذا أختم معك منصف بهذا الخطاب على أمل وعلى يعني تفعيل الحكمة، الزميل منصف السليمي الصحفي المختص بالشأن المغاربي كنت معنا من بون، شكرا جزيلا لك. والشكر كذلك للدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، كنت معنا من جنيف.